أن يعني لماذا يفطر قول زهير حلقلت عن سلمة وأقصر باطله على قوله أمنهم أوفى بالنبي لم تكلم. وأنا ما أعرفش أن صح القلب عن سلمة أفضل من أمنهم أوفى. وإن كان جرى في كلامي هذا شيء من هذا فهو كان المقصود به اللفت إلى صح القلب عن سلمة، لأن أمنهم أوفى اختلفت الأنظار وشغلت الناس، لأن من أم أوفى قصيدة من حر الشعر ومن روائعه، وخصوصا أنه بدأها بأم أوفى، وأم أوفى هذه لم يذكرها كثيرا في شعره، وإنما خص بها هذه القصيدة لأن القصيدة كانت في الوفاء بما اصطلح واتفق عليه الطرفان عبس وذبيان، وبعدما اتفق على الصلح، وبعدما كان منهرم بدفع الديات والحارس بدفع الديات إلى آخره، ثم أضمر واحد من ذبيان أن يثأر لدم أخيه وأن يدخل في الصلح، فثأر فجاءه عبسي وهو آمن بعد الاتفاق والرضا فغدر به. فكانت القصيدة مش في حرب عبس وزبيان، القصيدة كانت في غدر الزبياني بالعبسي بعد الاتفاق، ولذلك قال أمن أم أوف هذا شيء. إنما صح القلب عن سلمة دي لها رنين في قلب آخر، يعني القصيدة أمن أوف جيدة جدا، بس صح القلب عن سلمة لها رنين في نفس آخر، لأن كلمة صح القلب عن سلمة كلمة تنذر بأن أمرا جللا قد كان، حتى إنه صرف القلب عن سلمة، ولا يصرف القلب عن سلمة إلا إذا كان يواجه خطرا، وهذا الخطر هو تهديد عمرو بن هند لهؤلاء الناس، ووقوف ومواجهة حصن له بالحرب. وكانت القصيدة قصيدة رائعة لأنها تحدث عن رجل دافع عن عرض قومه، وأن من المولعين بهؤلاء الرجال الذين يدافعون عن أعراضهم، وليسوا الذين ينتهكون أعراضهم. فقصة صح القلب عن سلمة قصة قصيدة رائعة لأنها لها في نفسها هذا المعنى، ركب وخرج ليكسر أنف عمرو بن هند وغطرسة عمرو بن هند واستكبار عمرو بن هند، وليحمي أرضه وليحمي قومه، وليس عندي أعز من ذاك الذي يحمي أرضه ويحمي قومه، وليس عندي أخس من هذا الذي يفرط في أرضه ويفرط في عبد قومه. أظن واضح. بس خلاص انتهينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. حصن ابن حذيفة الفزاري له مواقف في الدين وله مواقف في كذا كذا، بس أنا من الصمت اللي هو إذا وجد للرجل موقفا رائعا بيتعلق به. ولذلك الرجل ده رساه النابغة الزبياني بلساء عجيب جدا، يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح، يقولون حصن يعني حصن مات، ثم لا يستطيع الناس أن يؤمنوا العبارة، ويقولون كيف بحصن والجبال جنوح، ولم ترفض الموت القبور، كأن حصن لما يموت الأرض حترمي ما في بطنها ويزلزل زلزالها. ده النابغة قبل القرآن.
ولم ترفض الموت القبور ولم يزل ولم تزل نجوم السماء والأديم صحيح نجوم السماء زي ما كيف تقولون أن حسن مات والنجوم زي ما ده النبغة الزباني يقول الرائع تمام كلامي. فدي رجال صنع التاريخ فدي رجال ايه واللي ما يحبهمش يبقى انسان ميت تمام كلامي. انا قلت لكم من هنا لما قرات وانا سنكم كده خبر ومش موضوع يعني ان امراه القيس حامل لواء الشعر في الجحيم. قلت والله كويس دخلوه الجحيم بس حفظوا مكانته ووضعوا في يده اللواء. والحديث موضوع لان ابن القيس مات في الفتره التي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. فانا احب الثقافه ما لهاش قيمه الا بهذا. الثقافه قيمتها انها تصنع رجال حماة انوف. الثقافه اذا لم تصنع انوفا حميه تحمي ارضها وعرضها وسماءها وترابها وتاريخها يبقى لا كانت الثقافه ولا كان العلم ولا كان شيء. فهمي كلامي؟ لان الله سبحانه وتعالى انزل في الكتاب ولقد كرمنا بني ادم ولا ايه؟ فهم شيء في بني ادم هو هذه الكرامه. فلما اجد رجال يحمون الكرامه والكرامه يعني ارض الكرامه يعني عرض الكرامه يعني انسان فهذا هو. فاللي سمعني انا امدح صح القلب عن سلمى عن من ام اوفى. طبعا من ام اوفى اعلى مقام لانها معلقه يعني اختارها من يحسنون اختيار الشعر. بس انا ايه هوايا مع مين؟ مع الذي ركب جواده ليحمي ارضه وعرضه. نعم تمام كلامي. خلاص انت شغلتنا بالكلام بتاعنا. اقرا لي ادنى شويه كده. احنا نقول الصفحه كام في احنا الطفل كام احنا؟ اقرا لي يا سيدي الطفل 35. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين ومما يجيء. اسمع كلامي بقول لك انا عند ربنا هو اللي يرحمه ينفع بيه او ما يرحمه. ما تخافش انت حاجه ما تخافش حاجه عن شيخك. يلا انت القناه. ومما يجيء بالواو وغير الواو الماضي وهو لا يقع حالا إلا مع قد مبهرة أو مقدرة. أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع كقولك أتاني وقد جهده السير. وأما بغير الواو فكقوله متى أرى الصبح قد لاهت مخايبه. هو طبعا احنا في لازلنا في متابعة عبد القاهر لما جرى به لسان العرب مع الجملة الحالية وأنها تجيء بالواو مرة وتجيء بدون واو مرة وأنها أحيانا يكسر فيها الواو وأحيانا تقل فيها الواو وأحيانا تجب فيها الواو وأحيانا تمتنع فيها الواو. هو لا يزال عبد القاهر يستقصي لسان العرب في هذا الباب. فهو يقول ان الجمله الحاليه اللي فعلها ماضي تاتي بقد تسبق بقد. اذا لم تسبق بقد في اللفظ قدرنا قد محذوفه. ثم تاتي بالواو زي جاء وقد اجهده السير وتأتي بدون واو أحيانا زي أقرا البيت كده. متى أرى الصبح قد لاهت مخايله والليل قد مزقت عنه السرابيل. انتظر شوي.
متى أرى الصبح قد لاحت أين الجملة الحالية؟ قد لاحت ما حالية قد لاحت الذي لاحظته الذي لاحظته في الشعر وفي القرآن وفي الكلام كله إن دايما الجملة الحالية فيها قطرة حلاوة وقطرة عذوبة وفيها شيء يميزها عن بقية الجمل التي وردت فيه. يعني الجملة الحالية إن أفردتها بالبحث في ديوان شعر فستجد إنها أفضل ما أودع الشاعر فيه سر نفسه. إذا أفردتها بالبحث في ديوان شعر فستجد أن وإذا درستها في الكتاب العزيز فستجد فيها أشياء جديدة جدا. هذا واحد. الأمر الثاني إن أنا بلاحظ إن المعنى الذي أقوله على الجملة الحالية اللي هي دايما بتكون حلاوتها البيانية أكثر تميزا حلاوتها ليه؟ أكثر إيه؟ لاحظت أيضا على الجملة الاعتراضية ما أنت ما تنتظرش إن يكون اللي بين يديك في اللغة هو كل ما فيها. عبد القاهر استخرج، سيبويه استخرج، فلان استخرج، استخرج، وأنت أيضا مهيئ لأن تستخرج. أنت أيضا مهيئ لأن تستخرج. وأنا قلت لكم في الدرس الذي مضى إن سيبويه بصبره وانقطاعه وشغله تغيرت ملكته اللسانية وماتت ملكته الفارسية. وأنبت هو بجهده ملكة لسانية صارت في عداد الملكة اللسانية التي يحتج بها ويظهرك أن النحاة يحتجون بكلام سيبويه كما يحتجون بكلام النابغة كما يحتجون بكلام الجاهليين وأن سيبويه يحتج به ولا يحتج عليه. فالصبر والانقطاع يغير الإنسان يغير الإنسان. فأنت لازم وأنت بتقرأ الكلام تبحث وتشوف. أنت قلت لك أنني وجدت الجملة الحالية أكثر إشراقا وأكثر سراء بالمعاني وأصل المعاني البلاغية. أنت فاهم كلامي؟ إذا أنت فهمت كده أنها معاني بلاغية بالإبهام والغموض يبقى لم تفهم شيئا. إنما المعنى البلاغي ليس إلا سرا من أسرار نفس المتكلم أسكنه في هذه اللفظة أو أسكنه في هذه الجملة. فالأسرار البلاغية ليست إلا أسرار النفوس وأسرار المعاني وهي الأسرار والدقائق التي انعقد علم البلاغة عليها. إذا شغل علم البلاغة عن البحث عن الأسرار والدقائق فقد صار ليس علم البلاغة، لأن علم البلاغة مبدأه وأوله وآخره البحث عن الأسرار والدقائق. وما معنى الأسرار والدقائق المسكونة في الشعر والمسكونة في البيان العالي؟ ليست إلا أسرار النفس الإنسانية، ولهذا أتعاطف معها وتتعاطف معها لأنها سر نفسك وسر نفسي. تحدث عنها الشاعر، تحدث عنها الأديب، ولكن حديثه صادف هوى مني وصادف هوى منك لأنه حدثك عن سر نفسك وهكذا. فوجدت أن الجملة الحالية يسكنها كثير من سر النفس الإنسانية، ووجدت الجملة الاعتراضية يسكنها الآن الكثير من سرنا. وبعدين قلت الله، طب لماذا كان العربي حريص على أن يضعها موضع الاعتراض؟ يعني لماذا اعترض بها
بين الفعل والفاعل، واعترض بها بين المبتدا والخبر، واعترض بها بين كذا وكذا. طيب ما أخمش ليه الكلام على ووضعها في موضعها؟ وبعدين تنبهت إلى أنه ما اعترض بها وأسكنها في غير مسكنها في البيان إلا ليلفتها إلى هذا المعنى الكبير الذي أسكنه فيها. ولذلك لما تدرس الاعتراض مثلا عند كعب بن زهير ولا الاعتراض عند شاعر من الشعراء، هتجد أنه أسكن في هذه الجمل الاعتراضية أدل معانيه، ولأنها كذلك أراد أن يلفتك إليها فلم يضعها في موضعها في سياقها، وإنما أقحمها في غير موضعها. لأنك إذا وجدتها في غير موضعها وقفت عندها وتنبهت إليها، أظن واضح. ثم بان لي أن أكثر الجمل الحالية تأتي معترضة، أن إيه؟ تأتي إيه؟ وكأن بيان العربية الشريفة يهيئ لها اللذة والانتباه من جهتين، من جهة أنه أسكن فيها أعز ما عنده، ومن جهة أنه اغتصب لها موضعا في البيان وأسكنها في هذا الموضع المغتصب، ووضعها بين الفعل والفاعل، ووضعها بين المبتدا والخبر. لا اقرا لي يا ولد عبد الخير شغال في الموضوع ده. ولذلك هو بيشرح الجمله الحاليه عشان يبين لي لماذا تاتي الواو او لماذا تغيب الواو. بس هو بيشرح كلام هذا الهدف الذي نصبه لبابه من أوله إلى آخره بسيط بالنسبة لعرضه. متى أرى الصبح متى أرى الصبح قد لاهت مخايله. شفت خطبتك؟ شفت هنكمل البيت. والليل قد مزقت عنه السرابيل. طبعا الليل مزقت عنه السرابيل، جاءه الحسن من استعارة، جاءه ليه؟ من السرابيل السياب الليل، وكانت على الصبح فمزقت فبان الصبح. إنما لاحت مخايله تجد لها مزاق آخر. متى أرى الصبح قد لاحت مخايله تجد لها إيه؟ مذاقا آخر. متى أرى الصبح لاحظ إن هو لاحظ إن المعنى أرى الصبح في حالي، في حالي وأحسن أحواله التي رآه الشاعر التي رآه الشاعر عليها هي لاحت مخايله. تتذوق الكلام مهم جدا، ومش عاوز فلسفة ولا عاوز ثقافة ولا عاوز حزلقة، إنما عاوز رجوع إلى النفس. ولذلك كان الأئمة الكرام الكبار دائما يوصون بهذا، يعني العملاق الرائع أبو بكر الباقلاني لما كان يقول وجه الوقوف على شرف الكلام مش أن تقرأ فلسفة ولا أن تقرأ علم اجتماع ولا أن تقرأ علم نفس، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل، والتأمل في مكنتك. وعبد الخالق دائما يقول ارجع إلى نفسك وانظر إلى الفرق بينه، صح القلب عن سلمى وأقصر باطنه، وأمن أم أوفى جدة لم تكلمي، واستبت قلبك وإن أفتاك الناس. لأن كما قلت لكم مرارا الذي بين جنبيك أصدق إنباء من الكتب، الذي أصدق إنباء من الكتب، هذا إذا لم تؤمنه. أما إذا أهملته فأنت وهو منكم شقينا، أما إذا أهملته يبقى أصبحت أنت وهو منكم شقينا. فهو ده يعني يا سادة لن تسمعوا مني أفضل من هذه الكلمة، حاول أن تتذوق البيان بنفسك، وإنسى الحزلقة، وإنسى الشيخ اللي حيدرس، وإنسى الكلام ده كلته،
الشيخ لو ما علمكش كيف تكون شيخا وحدك يبقى ليس شيخا. تفهم كلامي؟ انا قلت ايه؟ اذا لم يعلمك كيف تكون شيخا وحدك يبقى ليس شيخا. تفهم كلامي؟ وقول الاخر فآبوا بالرماح مكسرات وأبنى بالسيوف وقد انحنينا. هو أبو هو ديت بيسمى من 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 الشعر المنصف لأنه بيصف العدو، بيقول إن العدو راجع بالإيه؟ بالرماح مكسرات. بالرماح مكسرات. بالرماح إيه؟ يعني من قوة طعنهم تكسرت رماحهم، وهذا إنصاف للخص، وهذا إيه؟ إنصاف للخص. وأبنى نحن بالإيه؟ بالسيوف قد انحنينا، يعني انحنت سيوفنا من شدة الضرب بها. فهذا إنصاف له لقومه ولأعداء قومه. وأقرأ بقى في التالي. وقال فآبوا بالرماح مكسرات وأبنى بالسيوف قد انحنينا. وقال آخر وهو أين موضوع أين الجملة الحالية؟ وقال آخر وهو لطيف جدا يبشون قد كسروا الجفون إلى الوغى. ما هو أنا أخذ بالك، يعني من المهم جدا إنك تعرف الحقيقة، أنا لما ألاقي كلمة وهو لطيف جدا بأشعر إن عبد القاهر يقول لي هنا لطيفة وعليك أن تبحث عنها، وبعدين أبحث فلا أجد. فهم كلام؟ أو أجد أو أتوهم، بس الصدق مع طلاب العلم يوجب علي أن أقول هذا. أنا بأبحث، يعني مثلا إحنا في الدرس الذي مضى كنا في بيت شعر بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ لما قال هو لطيف جدا، أيوة إن تلقني لا ترى غيري بناظرتي، تنسى السلاح وتعلم جبهة الأساس. هو بيقول ده لطيف جدا، فأنا حاولت أقول لطيف جدا إزاي؟ إيه اللطف؟ ولابد أن تعقل إن اللطافة المسكونة في البيت هي معنى من معاني النفس. اللسان لا يحوك الشعر ولا يجود الشعر، وإنما الذي يجود الشعر ويحوك الشعر هو القلب والعقل والفؤاد. فأنا قلت إن لطيف جدا، وده معنى لطيف جدا، يعني دقيقة من دقائق النفس وسريرة من سرائرها. وما دام اللطيف جدا يا سيدنا دقيقة من دقائق النفس وسريرة من سرائرها، يبقى انت لابد ان تبحث عنه، لان دقائق النفوس جديرة بان تبحث عنها، وسرائر النفوس جديرة بان تبحث عنها، الا اذا كنت انت انسان لا يعنيك شيء، وده قضية ثانية. طيب انا قلت في الدرس الذي مضى ان لطيفة جدا لما قال لا ترى غيري بناظرتي، وكنت انا مشدود بجملة الحال اللي هي لا ترى غيري بناظرتي، ومعناها انك لا ترى شيئا الا انا في هذه اللحظة، تنسى السلاح وتعرف كيف تنسى. وبعدين وانا ماشي بعد ما خرجت من الدرس وجدت ان اللطيف الالطف قوله تنسى السلاح، لأنه كان قد تهدده بأنه إذا لقيه قتله بسلاحه. فلما بيقول تنسى السلاح الذي جئت لتقتلني به، وناهيك عن الهوى الذي يعتري الرجل حين يلقى عدوه فيصيبه الدهش وينسى السلاح الذي جاء به ليقتل عدوه
ووجدتها ألطف من لا ترى غيري وإن كان فيها وصف آخر. فممكن جدا أن أنا أقول أن هنا اللطف في كذا، وبعدين أنا نفسي أرى اللطف المهم، بس المهم أنك تتفكر، المهم أنك تفكر وتشتغل، وما تنتظرش حد يعلمك، ما تنتظرش حد يطلع لك سر النفس الإنسانية من البيان الإنساني. أنا قلت إيه؟ لا تنتظر أحدا يستخرج لك سر النفس الإنسانية من البيان الإنساني، لأن هذا من الميسور لك جدا. وإذا التبس عليك هذا فراجع نفسك، وما تنساش، ما تنساش يا سيدنا أن الذي أنزل الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور أول لفظ فيه اقرأ، وأنك لن تكون إنسانا يخرج من الظلمات إلى النور بعقله ووعيه وخلقه إلا إذا كنت تقرأ. وما كنت لا تقرأ فانغمس في الظلمات حتى يأتيك الموت. تفهم كلامي؟ وزيد أدهشني، يا رب أنت قلت تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأول كلمة فيه اقرأ اللي هي مفتاح المعرفة، وكأنك تقول لنا إن الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور هو القراءة، هو العلم، هو المعرفة، وليس إلا إنما العلم، الوعي، القراءة، البصيرة، التأمل، التدبر، لها كل الكيان الإنساني. فإذا كنت أنت عاجز عن أن تستخرج سر الروح الإنسانية من تحت لسانها، يبقى انت المقصر، لأن الله خلق الإنسان ومعنى علمه البيان، يعني أن يفهم البيان، أن يتكلم بالبيان، وأن أن يبين بالبيان، وأن يتبين البيان. علمه البيان يعني معنى إيه؟ أن يبين وأن يتبين، ومعنى يتبين يعرف أسرار البيان. فمعرفة أسرار البيان مش شغل البلاغيين، ده شغل الإنسان، ده شغل واحد. فأنت شايف يبقى لا ترى غيري بناظرة، إحنا انخدعنا فيه، وهي فعلا موضوع جيد، بس اللي أجود مني إنك تنسى السلاح الذي جئت لتقتلني به. لا ترى غيري بناظرة، ترى جبهة الأسد، وجبهة الأسد هذه تنسيك السيف الذي جئت لتقتلني. من قوله ومن قبل ما أعييت كاسر عينه زيادة ولم تقدر علي حبائله، وهو وصف يدل على ثبات الجأش وعلى الثقة بالله. قال أبو فهر أظن أن كسر الجفون هو كسر جفون السيوف. أيوة. حتى لا تغمد وتكون أبدا مثلة. شوف قلت لك أنا أنك أنت مش معناها أن الذي قالوا قد استنفذ كل العلم، وإنما بقيت هناك صبابة يستخرجها أهل النظر. أبو فهر رحمه الله رحمة واسعة شرح لنا معنى كسر الجفون، ورأى هو رأي آخر، الجفون الذي يغمض فيه السيف. فإذا ذهبوا إلى الوغى كسروا الأغماد حتى تبقى السيوف مصرعة، ولا يجدون غمدا أغمادا، خلاص يبقى أنت ما فيش أمامك إلا حسن. فده كلام أدي معنى قد كسروا الجفون إلى الوراء، يبقى اللطف في هذا المعنى. طيب. ومما يجيء بالواو في الأكثر الأشيع ثم يأتي في مواضع بغير الواو فيلطف مكانه ويدل على البلاغة، الجملة قد دخلها ليس تقول، ليس تقول أتاني وليس عليه ثوب، نعم، ورأيته وليس يعني من استقصاء الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أنه بيشوف الجملة المبتدأ والخبر والجملة الفعلية والجملة التي دخلت عليها ليس
والجملة التي دخلت عليها كلمة يعني يعني كأن الشيخ عمل استقصاء للجمل الحالية في كلام الناس فوجد مبتدا وخبر ووجد جر ومجرور ووجد كذا إلى آخره إلى آخره. فهو هنا يتكلم عن الجملة التي دخلت على الجملة الحالية التي دخلت عليها ليس، وأن هذا قد يأتي بالواو رأيته وليس معه غيره، جاءني وليس علي سوى. طبعا عظيم جدا جدا. وتأتي بدون واو وهو قول الأعرابي ثم قد جاء بغير الواو ثم قد جاء لنا فتى وحبذا الأفتاء. انتظر عليها شوي، اقرا لي ثم قد جاء بغير الواو. ثم قد جاء بغير الواو فكان من الحسن على ما ترى وهو قول الأعرابي. يعني شيء فهمته ولم أقرأه في كلام العلماء، وهو أن الحالة النادرة أن الإيه؟ الحالة النادرة إذا صادفها لسان حي أخرجها من كونها نادرة إلى كونها حسنة جدا. أن الأسلوب النادر القليل، أن الأسلوب إيه؟ الأكثر أن تأتي الواو مع ليس، وقليل ما تأتي الجملة الحالية مع ليس بدون واو. هذا القليل دل نعوزه دل الذي هذا القليل إذا صادفه اللسان الحي لم يعد قليلا وإنما يصير بارعا وحسنا جدا. يصير بارعا يبقى كان اللسان الحي يجعل القليل أكثر قبولا من الكثير، يعني يجعل الأسلوب النادر في كلام العرب إذا جرى به اللسان الحي أفضل من الأسلوب غير النادر. اقرأ لي بقى في البيت. وهو قول الأعرابي فكان من الحسن ما ترى. المسألة أن الراجل بالشاعر بيمدح الغلام بتاعه اللي بيسقي الإبل لنا فتى. اقرأ كده لنا فتى وحبذا الأفتاء حلوة دي. شفت حبذا الأفتاء جيد جدا. لنا فتى لنا إيه فتى قبل ما يقول لي فتى قبل ما يقول لي لنا فتى إيه وحبذا لا 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 بس حبذا الأفتاء دي سبب. تعرف الأرسان ودي لنا فتى تعرف الأرسان اللي الحبال ودي لها اللي الدل ما يعمل إيه إذا جرت في كفه الرشاء خل القليب ليس فيه ماء، خل القليب ليس فيه ماء. فلما هو قبل بيتكلم عن هذا الولد الرائع قال ايه حبذا الأفتاء. فكلمة حبذا الأفتاء دي كلمة رفيعة جدا لأنها لفتت إلى هذا الفتى، لأنها وهذا الفتى أهم ما فيه أنه إذا جرى في كفه الحد الرشاء يجعل القليب خلى القليب حالة كونه ليس به ماء، خلى القليب ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بغير واو ويحسن ذلك. أيوة. ثم تنظر فترى ذلك إنما حسن من أجل حرف دخل عليها مثاله قول الفرزدق. شفت الكلام أنا قلت أكثر من مرة إن أحيانا العالم يقول علما جليلا وبجانبه فكرة أجل من العلم ولكننا نهملها. يقول إن الإيه أحيانا الجملة الحالية
تأتي بلا واو، واللفظ فيها أن تأتي بالواو، وإنما الذي جعلها تحصل كلمة خيلت فيها. اقرأنا العبارة الثانية. ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بغير واو ويحسن ذلك، ثم تنظر فترى ذلك إنما حسن من أجل حرف اللغة. أنا قلت الكلام ده، الكلام ده نفيس جدا جدا، وفي وقدره في قمة العلم، لأن أنا في هذا بأجد عبد القاهر يستقصي الجمل الحالية التي بالواو والتي بدون الواو، والتي كان الأصل أن تأتي بالواو، والتي زيدت فيها كلمة فحسنت بدون الواو، ولولا الكلمة لما حسنت لوجب أن تأتي بالواو. أنا أردت أنه يستقصي حتى إنه وصل إلى الجملة التي كان الأصل أن تأتي بالواو ثم جاء بغير واو ثم حسنت لأنه زيد فيها كلمة، لو لم تزد هذه الكلمة فيها لوجب أن تأتي بالواو. شفت الاستقصاء؟ تفكرني؟ ما أنا قلت يعني أستاذ عبد القاهر ما بغاش عبد القاهر وهو متكئ على الأريكة، ولا سيبوه بقى سيبوه إيه؟ وهو متكئ على الأريكة، على أريكته، ولا الشافعي صار شافعي وهو نايم أو بيشتغل ساعتين ثلاثة في اليوم، ولا مالك بقى مالك لأنه بيشتغل ساعتين ثلاثة في اليوم، إنما انقطع هؤلاء انقطاعا كاملا، وبذلوا كل طاقتهم وبذلوا كل وقتهم في البحث الصحيح والنظر الصحيح والطريق الصحيح بإخلاص وصدق، فصاروا شيئا. ليه؟ احنا احيانا الأمة بتخرج من رحمها كفاءات متميزة، زي زمن المتنبي معاه سيف الدولة، معاه أبو علي ابن جني، يعني انت فاهم كلامي؟ يعني الزمن أنتج، ثم يأتي زمان ينتج زعيط ومعيط، انت فاهم كلامي؟ ثم يأتي زمان ينتج زعيط ومعيط، كأن الأرحام دي بتمر كأن الأمة بتمر بمراحل كما يمر الناس. فهؤلاء الناس إنما صاروا شيئا للمجهود الذي بذلوه. أنا بقوله تاني وهعيدها تاني، استحصى الجمل التي بالواو والجمل التي بدون واو والجمل التي كذا وكذا وكذا، ثم وقع على جمل جاءت بغير واو والأصل أن تكون بالواو وحسنت، وإنما حسنت لكلمة القيد. شفت الاستقصاء؟ شفت الوصول إلى إيه؟ إلى المغيبات في المعرفة، إلى المغيبات. يا أخي كفاية عليك إنك أنت قلت الجملة الإسمية تأتي بالواو، الجملة الفاعلية دالها تأتي بالواو، الجملة الماضوية تأتي بقد، وفيها كده وخلاص ولا يحمل. لا، استقصى حتى وصل إلى الكلام الذي كان يجب أن تكون فيه الواو، ثم جاء من غير الواو خلاف ما كان يجب، ثم حسن، ثم كان حسنه لكلمة القيلة. لما تقيس هذه الجهود حرام، وذلك أنا أقول ما تقولش شيخنا ولا شيخ طيب. أنت فهم كلامي؟ لأنك لأهم دول الشيوخ ودول العلماء ودول الأساتذة ودول الناس اللي عمروا الارض وعمروا الدنيا. انت فاهم كلامي؟ فلما بتعرف انت هؤلاء الكرام بتستحي من نفسك. الله، وانت راح تدرس ليه؟ يا ابوها انا غصب عني رايح ادرس، لان ما فيش حد خالص. هننتظر لما يدرس لهم عبد القاهر، مش هيدرس لهم حد. مثاله قول الفرزدق
فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود حوادر حوادر. طبعا الفرزدق حاجه عجيبه. الفرزدق حاجه سريقه العربيه ساكنه في الفرزدق. وانا حكيت لكم مره اللي هو لما قال وعض زمان يا ابن مروان. كنت عض زمان، شفت كنت عض زمان وعضوا ايه؟ ولما يكون ابن مروان موجود وتشكي له عض الزمان بيبقى الدنيا حلوه. اذا كان ابن مروان نفسه هو عض الزمان يبقى ايامك سودة. فهمت كلامي؟ عض زمان، بس عض زمان وفيه ابن مروان. فهمت كلامي؟ ولازم تفهم العلم والشعر باوسع ابواب. عرض زمان شيء مؤلم بس فيه ابن مروان الذي نشكو له عرض الزمان. فاذا كان ابن مروان هو عرض، هو نابي الزمان الذي يغرس في لحمك فالويل لك. هتقول عرض زمان لمين؟ هتقول لمين؟ هتشكو لمن؟ فهم كلامي؟ فهذا شيء عجيب. لازم تفهم العلم والشعر بأوسع معطياته، بأوسع معطى الثقافة كده والمعرفة كده. طيب لم يدع من المال إلا مسحيه إلا مسحة أو مجلفة. طيب كمان كنت نفس إنكم كده. وبعدين بقول للشيخ شاكر الله يرحمه رحمة واسعة إن كأن الفرزدق قصد إلى إغاظة الحضرمي فعطف المرفوع على المنصور. انت فاهم كلامي؟ كان انا عامل فيلسوف بقى مع سبحان الله. انت فاهم كلامي؟ كان الفرزدق ايه؟ قصد الى اغاظه مين؟ لان كان فيه سوء علاقه بين الحضرمي النحوي وبين الفرزدق. فقال لا تقل هذا، لو لم تكن في سليقه اللغه الا هذه ما لا تخاف فرزدق. لان سليقه اللغه فيها بقايا لم يصل إليها عقل النحاة. كان كلام لنا وهكذا. يلا قوله كأنما بني إلى آخره. أيوة قوله كأنما بني حوالي الأسود الحوالي. لو شلت كأنما وقلت إيه البيت إيه؟ فقلت عسى أن تبصريني. عسى أن تبصريني وبنية عسى أن تبصريني بنية حوالي الأسود لا يكون كلاما، وإنما لابد أن تقول وبنية حوالي. فإذا جئت كأنما مدهش، وده برضك من 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 مبهمات اللغة التي لم يبينها عبد القاهر. لماذا كانت كأنما سادة الله تعالى؟ برضك النايمين ساعات بيقولوا كلام كويس. لماذا كانت كأنما حسنا سدت مسد الواو؟ ما تكلمش عبد القاهر، ما تكلمش عبد القاهر. يلا لأنه ترك هذا لغيره، ترك هذا لغيره. يلا ولو أنك تركت كأن فقلت عسى أن تبصريني بني حوالي الأسود رأيته لا يحسن حسنه الآن. ورأيت الكلام يقتضي الواو كقولك عسى أن تبصريني وبني حوالي كالأسود الحوارد. وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بعقب مفرد. نفس يعني زي ما تقول شغل بالجمل الحالية التي يتغير حالها النحوي بإضافة كلمات. هنا كأنما سدت فسد الواو، وهنا ايه؟ مفرد. وهنا ايه؟ قد جاءت حالا بعقب مفرد. ايوه وهنا مفرد. اقرا لي بس الشعر. مثال ذلك قول ابن الرومي والله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل وتعظيم. عظيم. لو قال والله يبقيك لنا برداك تبجيل وتعظيم لا يصح.
لو قال والله يبقيك لنا وبرداك تبديل وتعظيم يصح، لان الجمله اسميه، برداك مبتدا تبديل خبر وتعظيم معطوف عليه، والجمله الاسميه اذا وقعت حالا يؤتى فيها بالواو. طب لماذا استغني عن الواو هنا؟ سبقه سالما، هناك سبقه كانما وهنا سبقه سالما، بس سالما الحال، يعني كانما مش حال، كانما حرف، انما سالما ايه؟ يعني كان في حال مفرده سبقت الحال الجمله فسوغت لها غير المسوغ. ده غير كلامي؟ شفت دقيق العلماء؟ انا ما يهمنيش العلم ده، انا يهمني العقليه التي تدقق هذا التدقيق. انسى الحال بس لا تنسى طريقه الفكر في التدقيق الى وصول حقائق العلم. انسى المعرفه ولكن لا تنسى طريقه العقل وهو يكابد في الوصول الى المعرفه. اذا تعلمت هذا يغنيك عن العلم. اذا تعلمت طريقه العقل وهو يسعى ويكدح ويكابد ويطول نظره ويطول استقصاؤه. وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالا قد اختلف بها الحال وهذا الاختلاف الظاهر فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل توجبه وأسباب تقتضيه. أعود من إحنا دايخين عدلنا ثلاث أسابيع عشر أعود من إحنا دايخين عدلنا ثلاث أسابيع عشر اللي هو إيه؟ عرفنا الذي قلته من أن الجملة تأتي بالواو وجوبا أو لا تأتي بالواو وجوبا أو يجوز ويجوز أو يضاف إليها كلمة أو يضاف إليها، كل هذا عرفناه. بس ما عرفناش يا مولانا لماذا يؤتى بالواو فيما يجب أن تأتي الواو فيه، ولماذا لا تأتي الواو فيما لا يجب أن تأتي الواو فيه؟ تفهم كلامي؟ يعني عبد القادر الآن حصل علم القول، وأنا دايما أقول لطلابي وأنتم منهم إن تحصيلك للمعرفة بداية الطريق للمعرفة وليس نهاية الطريق للمعرفة. إحنا ربينا على إن ما دمنا حصلنا خلاص ننام، إنما هؤلاء الناس الطريقة ليست كذلك، وإنما بعد الفراغ من المعرفة نطرح الأسئلة على ما تعلمناه. إحنا لم حفظنا الواو، حفظنا الحال وحفظنا كل الصور بتاعتها التي كذا والتي كذا والتي كذا، والناس قبل عبد القاهر حفظوا هذا الذي أقوله وروحوا ناموا. إنما ربنا سبحانه وتعالى بيخلق ناس في أزمنة معينة لأداء وظائف معينة. أنت فاهم كلامي؟ نعم. فكان المسألة زي ما قلت أنا حقيقة الذي يفتح باب العلم هو أن تفكر في العلم بعد تحصيل العلم. وتحصيل العلم جليل جدا جدا، ولكنه لا يفتح باب العلم لأنك حصلت القاعدة. فالمهم أن كل النحاة من عهد سيبويه مروا وحصلوا الذي قالوا عبد القادر، ولم يقف واحد يسأل ليه جات الواو هنا وغابت هنا. وده كلام غريب جدا. وبعدين لما يجي واحد زي ما قلت أنا أن الله سبحانه وتعالى يصنع للأزمنة رجالا، إن الله إيه؟ سبحانه وتعالى إيه؟ يصنع إيه؟ وأنت وحذر، وأنت وحذر، رجال زمانك شكلهم إيه؟ والله ده شيء بيد الله، كتب الله لك أن تعيش مع هذه، كتب الله لك أن تعيش
وأنت تسمع المتنبي شاعرا، وأنت ترى سيف الدولة منتصرا، وأنت ترى أبا علي الفريس يفعل، وأنت ترى ابن الدين يفعل، ده شيء تاني. وكتب الله لك غير ذلك، هذا أمر الله، أمر الله، فأنت عليك أن ترضى بما جرى به القضاء. فالمهم أن عبد الخالق كأنه جاء في مرحلة ليستدرك على علماء الأمة أشياء، زي بالضبط ما قال في التقديم أنهم لم يقولوا فيه إلا قول سيبوي كأنهم يقدمون الذي بينه عن وهم بشأنه أعلى، وما زاد تلاميذ سيبوي على أن ضربوا لذلك مثالا وقالوا قدر الخارجية فلان. طيب كلامي هنا أيضا، هنا حتى ما قالوش لا قدر الخارجية ولا ضربوا مثالا، إنما سكتوا سكوتا كاملا. أنت فاهم كلامي؟ إنما وزي ما اتكلم في الكتاب، زي ما اتكلم وقال أطبق العلماء على تعظيم شأن النصر وأنه القطب الذي عليه المدار، ما فيش حد ما فيش بيننا كلام من هذا، ولكنهم سكتوا عن بيان المراد به عن بيان المراد ومحصور إلى أكبر. فدايما عقله يملأ فراغات. وهؤلاء هم الرجال، ها أنا قلت إيه؟ أيوة، بيبحث عن الفراغات ليملأها. وهذا شيء، والبعبعة بكلام العلماء شيء آخر. عقل يبحث عن إيه؟ أي مهم جدا، يبحث عن الفراغات ليملأها. ومش بيقول للجيل نأخذ من غيرنا ما نحتاجه، وكأنك بتربي شوية عجزة. لا، يبحث بعقله ليملأ فراغه، ودي قيمة، دي قيمة أساسي بين التخلف والتقدم. طيب في حاجات في ذهني، بس خايف أقولها هتضيع مننا الوقت. كنت أنا وأنا بأشرح موضوع التقديم ده، ويقدمون الذي بينهم ولم يقولوا أكثر كذا كذا، فكان عندي ولد ذكي أراد أن يستقصي كلام العلماء عشان يتأكد أن عبد القاهر وصف الواقع كما هو، وليس هناك نصوص فلتت من عبد القاهر ولم يرها. زي هنا انت بتقول ان الواو ما حدش تكلم في سريح، يطلع واحد ذكي مكار، ها، سيء الظن في الكلام، يبحث في كلام العلماء لعله يجد كلمة منه لسيبوي او للصراطي او لغيره وغيره، او مات الى ايه، الى الواو، فيستفك على الخاتم. فالمهم انه جاي وقال لي انا لقيت الصراطي يتكلم، قلت له هات نص الصراطي، ها، وبعدين قلت له قبل ان تاتي لي بنص الصراطي اعلم ان العلماء مصدقون، وان عبد القاهر حتى لو انت جئت بنص الصراطي يبقى تظن احد امرين، اما انه لم يقع على نص الصراطي او قراه ونسيه. فأنت كذلك هنا، إما أن يكون إذا وجدت من تكلم في الواو فأحسن الظن بأهل العلم، وقل إما أن يكون عبد الخير لم يقرأ هذا النص أو قرأه ونسيه. عظيم، اقرأ لي بقى في الموضوع. وأنا قلت في الدرس، في أول الدرس، في الدرس السابق يعني، إن أزكى لحظة وأبر لحظة وأنجع لحظة بعقلك العلمي إنك تقف مع العالم حينما يصادف مشكلة ويصادف غموضا ويحاول حلها، وتشوف أنت حيلته
تدرس حيل العلماء في حل الغموض. قلت ايه؟ تدرس ايه؟ حيل العلماء في كشف الغموض، تدرس حيل العلماء في فتح الابواب. تفهم الكلام؟ انا تاني هقول مش هتسمع مني افضل من هذه الكلمه، انك انت اذا وجدت العالم يواجه مشكله قف عند عقله وقف معه لتعرف حيلته في حل الغموض، في حل المشكلات، في كشف الى اخره. ان اردت ان تكون شيئا هذا شيء، والبعبع شيء اخر. هذا سلوك الناس الذين يريدون لبلادهم ان تتقدم. فمحال ان يكون ها هنا جمله لا تصلح الا مع الواو واخرى لا تصلح فيها الواو. هذه المشكله اللي واجهها، محال محال ان يكون هناك جمله لا تصلح الا مع الواو، وجمله وجمله لا تصلح فيها الواو جملة لا تصلح إلا مع الواو، وجملة هي تصلح فيها الواو إلى آخرها. وثالثة تصلح أن تجيء فيها الواو وأن تداءها فلا تجيء بها. ثم لا يكون لذلك أودى وأودى الموضع الشكل. ثم ده موضع الشكل، يعني محال أن تتنوع الجملة الحالية هذا التنوع الذي أفضنا فيه. محال أن تتنوع الجملة الحالية هذا التنوع الذي أفضنا فيه ثم لا يكون لذلك معنى، لا يحق لك ولا يقبل منك ولا يجوز لك أن تدع شيئا في كلام العرب من غير أن تبين معنى. لا تقل جاءت الواو وراحت الواو وتسكت عن المعنى الذي جاءت الواو له والذي غابت الواو عنه. ليس من حقك ولا يقبل منك ولا يجوز لك ان تهمل دلاله حرف، ان تهمل ايه؟ انت ناقد على عيني وراس، مثقف عظيم على عيني وراس، بس لابد ان تبين لي معنى هذه الواو وماذا لو جاءت الفاء مكانها وماذا لو غابت، لأن هذه الواو بيان عن معنى وجده صاحب الكلام فجاء بها له، هذه الفاء بيان عن معنى جاء في صاحب في 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 في, في, في كلام في نفس صاحب الكلام ورأى الواو غير معبرة عنه فجاء إلى آخره. مهم جدا انك تعرف ان كل ما جرى به اللسان له رصيد واصل في القران. مهم جدا ايه؟ له ايه؟ فاذا تسامحت، ولذلك بنجد مثلا احيانا كلام الكبار العلماء الكبار يقول لك والله يعني قدمنا للتفنن في الكلام. لا يا بابا، فيش حاجه اسمها تفنن في الكلام. هي فيها معاني وانت ما انتش عارف به، وقول انا مش عارفها وخلاص. انما التفنن ده ماهوش قيمه يبحث عنها الناس، وانما الذي احدث التفنن في الكلام هو التفنن الذي في القران. يلا. وفي الوقوف على العله في ذلك اشكال وغموض. ذاك عودة الكلام اشكال وغموض. في نهايه القرن الخامس يا ساده، والدنيا ما شوف كم نحو جاء بعده، جاء بين سيبويه وعبد القاهر وكم مفسر وكم بلاغي وكم الى اخره، وبقيت الواو وبقي شأن الواو وبقي في الجملة الحالية اشكالا وغموضا. شفت ازاي؟ هذه الفراغات التي تبحث عنها عقول الكرام لتملأها، وبقي في شأن الواو في الجملة الحالية إشكال إشكال الواو. ولا فيش أكرم
ولا أبر بالأجيال ولا بالإنسان من العقل الذي يبحث في فكرهم عن فراغات ويحاول أن يملأها ولو لم يحاول ولو لم ينجح. ده بلع مشكلة. العقل اللي بيبحث عن فراغات ولو لم يملأها. العقل إيه؟ لأنه حين يدل على أن هنا فراغ يغري العقول بأن تملأ هذا الفراغ. يلا مهم جدا. ذاك لأن الطريق إليه غير مسلوك. الله شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ شفت الطريق إليه غير مسلوك. أنت في الخمر في نهاية الخمر الخامس يا سيدنا. أنت في نهاية الخمر خمس قرون وحكاية الواو الجملة الحالية الطريق إليه غير مسلوك. تفهم كلام الله؟ انسى كل اللي قلته واسمع عن اللي فتش في ثقافة أمته في القرن الخامس الهجري وفي نهايته، فوجد واوا في الكلام الطريق إلى بيان معناها غير مسلوك. يبقى انسى كل الذي قلناه وتأمل عالم في نهاية القرن الخامس لأنه توفي سنة 474 فتش في ثقافة أمته فوجد واوا لها علاقة بالجملة الحالية مجيئا وتركا والطريق إلى بيان معناها غير مسلوك. خلينا بقى في الدرس الجاي، انا خلصت وربنا يتقبل مني انا وكل جميع